أشكرك دكتور طلال الملا ودكتور أحمد الخطيب ودكتور وليد، نسيت اسم عائلته للأسف. صراحة يعني وقفوا على راسي، يعني خلوا الحالة تتحسن، بس أنا استل أحس أعتقد أن الموضوع يبيله تدخل جراحي. السالفة أكبر من أن سالفة ممكن بالأشياء الطبيعية أو بالعلاجات البسيطة يرجع نفس ما كان، بس أنا لا أعرف.